الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي لا نزال نحن بصدد شرحه، وهو الحديث الأول في باب المجاهدة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب مما افترضته إليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. أحببته كنت سمعه الذي يسمع، يده الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها. قلت: ولئن استعاذني. رواه البخاري. وقد كنا بصدد تفسير قوله على: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كنا بصدد تفسير هذه الفقرة من الحديث، وقد تساءلنا عن إشكال طرحناه فأجبنا عنه. إذا كان القيام بالفرائض طريقا لمحبة الله للعبد، وإذا كانت النوافل هي الأخرى طريقا إلى ذلك، فلماذا فصل الحديث بينهما؟ جعل التقرب إلى الله بالفرائض أولا، ثم التقرب إلى الله بالنوافل ثانيا. قلنا لبيان أن التقرب إلى الله بالفرائض هي المرحلة الأولى، وهي المرحلة الأهم، ثم يلي بعد ذلك القيام بالنوافل. بعد أن يؤدي الإنسان فرائض الله سبحانه وتعالى ويبرئ ذمته مما أوجب، يأتي دور التقرب إليه سبحانه وتعالى بالنوافل. وعلمنا من ذلك ما علمه عامة العلماء، وما قاله أبو بكر رضي الله عنه في وصيته لعمر، أن من كان مشغول الذمة بفريضة سابقة ينبغي أن لا يشغل نفسه بنوافل من جنس تلك الفريضة، بل عليه ما دام يرى نفسه نشيطا يحب أن يقوم إلى طاعة من جنس الفريضة التي ترتبت على ذمته، عليه أن يشغل الوقت بأداء تلك البواقي في ذمته من الفرائض التي كلفه الله بها. فالإنسان الذي يريد أن يقوم فيتهجد من الليل، وعلم أن عليه فرائض في ذمته ترتبت قضاء في سنوات خلت، عليه إذا قام من الليل أن يشغل الوقت بقضاء فوائد ويكتبها الله له تهجدا وأداء لذنم أيضا. ومن هنا علمنا من الكلام الذي قلته أننا نتكلم عن النوافل التي هي من جنس فرائض ترتبت على ذممنا وأصبحت قضاء علينا،
هذا الذي ينبغي أن لا يشغل الإنسان نفسه. لا تصلي سنة ما دامت عليك صلاة فريضة أصبحت قضاء في حقك. أما أن يشغل الإنسان فائض وقته بتلاوة القرآن بذكر الله عز وجل فهذا لا يتعارض. نعم هو أمر مستحب، ولكن الإنسان الذي ترتبت عليه صلوات سنتين ثلاثة من عمره ما ينبغي أن يحبس نفسه عن قراءة القرآن، عن ذكر، عن حضور درس مثل هذا القبيل، بحجة أنه يريد أن يصرف الوقت كله إلى أداء أو قضاء الصلوات التي عليه. لا، إنما العلماء تكلموا عن فريضة فاتتك، فريضة صلاة ما ينبغي أن تشغل نفسك بنافلة من جنسها. فاتتك فريضة ذمة زكاة، ما ينبغي أن تشغل نفسك بنافلة من جنسها. تتصدق وفي ذمتك زكاة أوجبها الله عليك ولم تعطيها للمستحقين بعد. علمنا أظن هذا من درسنا السابق، ونواصل اليوم شرح بقية الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا الكلام؟ قطعا وبإجماع العلماء هذا الكلام مصروف إلى المجاز، ولا يجوز ولا يمكن أن يفسر بحقيقته، كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه الفتح في شرح هذا الحديث، في فتح الباري في شرح صحيح البخاري. فقد نقل لنا بعد أن ذكر أقوال العلماء في تفسير هذه الفقرة من الحديث، نقل الإجماع أن هذا الكلام لا بد من أن يفسر بمجازه، فلا بد أن يؤول، وإلا لو فسرنا هذا الكلام على ظاهره وحقيقته فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره، إذن لكان هذا تعبيرا عن حلول الباري عز وجل في العقل، وهذا أمر مستحيل، وهو شيء دلت عليه بدهيات الآيات، دلت على استحالته بدهيات الآيات من كتاب الله عز وجل والأحاديث الثابتة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا؟ وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: آخر هذا الحديث ذات يرفض هذا التفسير والتصور، وهو قول المصطفى صلى الله عليه وسلم نقلا عن ربه: وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه. المعطي غير السائل، والمستعيذ غير المعيد، وهذا يدل على أن العبد لا يكون بتقربه إلى الله عز وجل هو ذات الخالق، ويدل على أن هذا الكلام: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها إلى آخره، هذا كلام مجازي من نوع المجاز الذي تعرفه العرب، ومن نوع ما يتداوله الناس كثيرا في مثل هذه. يعني عندنا تضيق
اللغة ويريد الإنسان أن يصور المعاني العميقة البعيدة عن دائرة اللغة وحدودها. وكتاب ربنا سبحانه وتعالى مليء من العبارات التي لا بد أن تصرف إلى المجاز، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة من هذا القبيل. مثلا الباري عز وجل يقول: وجاء ربك والملك صفا صفا. جاء ربك، جمهور السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم وهو إمام السلف الصالح، أول المجيء بإقبال الله سبحانه وتعالى. حديث البخاري الطويل وفيه: ضحك ربكما الليلة من فعالكما. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل أخبر رسول الله أنه وزوجته استضافا نعم أسرة، نعم وكان يريدان أن يتعشيا، فآثر الضيف بعشائهما وباتا طاويين. الحديث طويل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك الليلة ربكما من فعالكما. أول الإمام البخاري كلمة ضحك أي رضي ربكما الليلة من فعالكما أيما رضا. كذلك ينزل ربنا في ثلث كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، إلى آخره. حديث النزول، بل أحاديث النزول أحاديث كثيرة. روى البيهقي عن حماد بن زيد، وحماد بن زيد من سورة السلف الصالح، أنه أول كلمة النزول أيضا بإقبال الله سبحانه وتعالى إلى عباده. وكل ما يعلم كعرب أن اللغة العربية فيها حقيقة وفيها مجاز. ومن قال جهلا منه إن السلف الصالح رضوان الله عليه ما كان يؤولون، فالواقع أنه قال هذا يعني اعتمادا على جهالة منه، وإلا فالأمر ليس كذلك. واللغة لا تستقيم إلا بفقهها، واللغة العربية فيها المجاز وفيها الحقيقة. ومن هذا القبيل هذا الحديث القدسي الشريف: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش به. الحقيقة مطوية ولا يمكن تصورها إطلاقا. إذا ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام كما دلت عليه رواية أخرى صحيحة وهي أيضا في البخاري: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش. بي يسمع بي يبصر. إذا دققنا في هذا الكلام الذي يأتي بعد هذه الفقرة نجد أن تفسير هذه الفقرة قد أصبح جليا واضحا. كنت سمعه الذي يسمع بي، أي بشدة حب الله لهذا العبد. وقد قلت لكم بالأمس إن حب الله عز وجل ينعكس على قيام الإنسان وقلبه، فيتلظى فؤاد هذا الإنسان حبا لله عز وجل. فإذا أحب الله وحب الله حب العبد لله ثمرة حب الله عز وجل له، تجمدت أعضائه كلها فلم تتحرك ولم تتجه ولم تتصرف إلا بتصريف الله سبحانه وتعالى. فهو إنسان لا يمكن أن يصرف هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها بهذا السمع بهذه النعمة عليه إلا فيما أمر، أو إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى.
ولم تجد سمع هذا الإنسان في حال من الأحوال منصرفا إلى ما يسخط الله سبحانه وتعالى. لشدة تقيد هذا السمع بما يرضي الله عز وجل حتى إنه يصبح مجندا لا يتحرك إلا بأمر الله عز وجل وإلا بما يرضي الله، فكأن هذا السمع أصبح سمعا لله سبحانه وتعالى، كنت سمعا. كذلك كان هذا الإنسان يبعث بصره ذات اليمين وذات الشمال لا يوفر منظرا إلا ويتمتع به، لا يسأل عن محرم، لا يسأل عن هذه النعمة من الذي أكرمه بها ومن الذي يملك أن يستلب هذه النعمة منه، ما كان يسأل أبدا. فلما فاض حب الله عز وجل في قلبه ولما شاع هذا الحب في كيانه تذكر الحقيقة وتذكر أن هذا البصر نعمة أغدق الله عز وجل بها عليه، فهو قبل أن ينظر يسأل في سره ربه: يا رب هل ترضى أن أنظر إلى هذا الشيء أم لا؟ هل يرضيك أن أقرأ في هذا الكتاب أم لا؟ هل يرضيك أن أصرف حدقة عيني يمينا أو شمالا في هذه الجهة أم لا؟ يسأل الله عز وجل في سره عما يرضيه، فهو لا يبعث بأشعة بصره إلا فيما يرضي خالقه ومولاه. إذن فكأن بصره أصبح بصر الله سبحانه وتعالى. نعم، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ولا يزال عضوا منك، ولكن تصرفه ضمن حدود أمر الله واحتباسه ضمن ما يرضي الله سبحانه وتعالى كأنه جعله ليس عضوا له، وإنما جعله يتصرف على لحساب من؟ لحساب الرب سبحانه وتعالى. كذلك اليد بعد أن كانت هذه اليد طليقة تعثي يمينا وشمالا، وبعد أن كان يخيل إليه أنه هو المالك لهذه اليد وما فيها من قدرة، فلا يبالي إن ظلم بها، لا يبالي إن بطش بها، لا يبالي إن سرق بها. نعم، أما هو الآن وقد أخذ القلب منه ينبض بحب الخالق سبحانه وتعالى، فمحال لهذا الإنسان أن تمتد يده إلا في ظل من رقابة الله سبحانه وتعالى، فلا تتحرك اليد إلا بأمر وتوجيه من خالقها وبارئها، هو صاحب القدرة وهو خالق القوى والقدر. كذلك الرجل وهكذا، هذا هو المعنى الذي أراده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله عن ربه، وهو المعنى الذي أراده الله سبحانه وتعالى. ولاحظوا أيها الإخوة، نجد هذا المعنى متجسدا ونافلا في قول الله عز وجل: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. وهذا الكلام عن سيد الأولياء وهو سيد الرسل والأصفياء والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الكلام عنه، وهو أول من ينطبق عليه هذا الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يمد يد البيعة لأصحابه، والصحابة يبايعون رسول الله،
وتمتد يدهم الى يد من؟ يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لان يد رسول الله هي اول يد تنطبق عليها هذه الحقيقة الماثلة في هذا الحديث القدسي، قال الله عز وجل عن يد رسول الله: ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله. وكلنا يعلم ان معنى هذا الكلام ليس جاريا على الحقيقة السطحية التي نراها، اي ليس المعنى انهم ان ايديهم امتدت الى يد الله فعلا، لا، هم بايعوا رسول الله ويدهم فاتحت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمتد ولا تبطش ولا تصاب ولا تتحرك الا برقابة من الله وبأمر من الله عز وجل وبرضا وحب من الله. اذا فالذين بايعوا محمدا بايعوا من؟ بايعوا الله عز وجل. وزاد الامر بيانا وتأكيدا فقال: يد الله فوق ايدي. اذا ماذا هو معنى هذه الفقرة الشريفة من هذا الحديث القدسي؟ ولكن فلنتصور ايها الاخوة ان هذا الكلام ينقله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه لنا، ومعنى ذلك ان هذا الكلام دعوة لنا نحن عباد الله ان نكون من هذا القبيل. وانما يكون الانسان من هذا القبيل ان سلك السبيل الى هذه النهاية. وقد قلنا بالامس السبيل الى ذلك كما قال رسول الله: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. لا يمكن ان نرقى الى هذه النهاية التي يصورها لنا هذا الحديث الشريف: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ابدا، الا اذا جاهدنا، ونحن في باب الجهاد، جاهدنا انفسنا سعيا الى الله على هذا الطريق، نتقرب الى الله بالنوافل. النوافل، وازيد الكلمه ايضاحا حتى يزداد الاخوه معرفه لابعادها، عندنا نوافل وحسنات. النوافل جمع نافله، والنافله كل عمل مبرور إن فعلته كتب الله لك عليه أجرا، وإن تركته لم يكتب عليك بسبب ذلك وزرا، بشرط أن يكون من جنس هذه النافلة فرائض. فالصدقة التي تدفعها نافلة، صلاة الضحى، سبحة الضحى كما قال رسول الله نافلة، التهجد نافلة، لأنه يوجد من جنس هذه الحركات فريضة. أما الأعمال المبرورة التي يفعلها الإنسان وفيها خير للمسلم، أو التي قد لا يوجد من جنسها أعمال مفترضة وهي تسمى حسنات، وهذه الحسنات هي التي قال الله عز وجل عنها: إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم. وكل ذلك خير، وبكل ذلك يتقرب الإنسان إلى الله عز وجل. كل منا يطمح إلى أن يرقى إلى هذه الدرجة التي يقول فيها رب العالمين عن عبده: وما يزال عبدي. وما أحلى هذه النسبة أيها الإخوة، عبدي، ما قال عبادي، لأن هذا قطع نادر، والقطع النادر لا يقع إلا على واحد. نعم، ما يزال عبدي. كم ينتشي الإنسان لو علم أنه أصبح هذا العبد، وكم يسر أن يرقى إلى هذه الدرجة: كنت بصره، سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كلنا نطمح إلى هذه الدرجة، لكن لكل شيء ثمنا، وجنة الله غالية كما ورد في الحديث.
سبيل ذلك ان نتقرب الى الله عز وجل بمزيد من النوافل الطاعات، نوافل بالمعنى الخاص والحسنات بالمعنى العام. نعم، وهذا لا يكون الا اذا اسست هذه النوافل على قاعده صلبة من الفرائض. اما النوافل التي لا تشاد على قاعده فهي هباء، لانها غير مؤسسه. النافله مقبوله ان اسست على قاعده واساس من الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى علينا. الفرائض اولا والنوافل ثانيا. وضمن الخط الذي شرحته بالامس، وضمن هذا التناسق بين اداء الفرائض وهذه النوافل، يمكن ان نرى الطريق المعبد الى الله، اي الى محبه الله لنا، ومن ثم الى محبتنا لله سبحانه وتعالى. ان صرنا على هذا النحو فعلا سنبقى الى الدرجه التي نشعر فيها بهذا المعنى الجميل. وما كلمه السمع والبصر واليد والرجل الا امثله، وقد وردت في روايات اخرى اكثر من هذه الاعضاء، فهي امثله فقط. عندما تنمو في قلبك محبه رب العالمين سبحانه وتعالى، اول ثمره لهذه المحبه هي انك تسبح في بحار متلاطمه من الشعور والنشوه بنعم الله عز وجل عليك. فأنت في كل حالة تعيش مع تمثل هذه النعم، في كل لحظة تنظر إلى نفسك تذكر فضل الله، تقف أمام المرآة تذكر كرم الله، تمشي ورجلاك تتحركان كما ينبغي تذكر فضل الله، تنطق بشكل سوي تذكر كرم الله، تمتد فيتسلل الرقاب إلى قيامك تذكر نعمة الله، تستيقظ بعد ان اخذ جسمك قسطه من الراحه تذكر فضل الله، تتعلم فتعلم تذكر فضل الله. اذا هذه ثمره الحب، حب الله عز وجل. اذا عرفت هذا فان سمعك نموذج من هذه النعم، بصرك نموذج من هذه النعم، يدك نموذج من هذه النعم، رجلك كذلك. وانت قد توجت قلبك بحب ربك عز وجل، أفيمكن أن تجعل من يدك هذه أداة لوضع الحجب بينك وبين الله لاستنزال مقت الله؟ يمكن وأنت المحب أن تفعل ذلك، والله لا يمكن. وأنت الذي تتصور مدى فضل إذ أكرمك بهذين النورين، هذا البصر لا يدرك فضلها إلا من فقدها، ونسأل الله أنه بدوامها ولا يعرفنا إياه بفضل. إذا عرفت جميل فضل الله عليك أنت لا يمكن إطلاقا، شريتك غليظة ومهما قدر لا يمكن أن تستعمل هذا الفرس ما يسقط المنعم الذي تفضل عليك به. هل يمكن وقد شعرت بفضل الله عليك إذ أكرمك بهذه النعمة، بهذين الرجلين، بهذا اللسان، بهذه النعمة، هل يمكن أن تستخدمها إلا فيما يرضي الله عز وجل؟ مستحيل. كيف تصنع عندئذ؟ الشيء الذي لا بد لكل منا أن يصنعه في تلك الحالة هو التالي: يحاول أن ينفق يده بتسبيح الله، يحاول أن ينفق لا لسانه بل شفتيه الصامتتين بشكر الله، يحاول أن ينفق حدقة عينيه متحركة ذهابا إيابا بحمد الله، يحاول أن ينفق الطبلة الصماخية بشكر الله. كيف انفق اذني بحمد الله؟ سبيل ذلك ان لا اسخرها الا الى ما يرضي الله.
كيف انفق بصري؟ بحمد الله لا استطيع ان انفقه، سبيل ذلك ان اسهر الليل وانا اقرا كتابه، ان اسهر الليل وانا احدث فيما يقربني اليه، وانا اتعرف على صفاته. كيف اصرف قوه وهدنيها الله؟ كيف انفقها بشكر الله؟ سبيل ذلك ان اجندها واوجهها الى ما يرضي الله عز وجل. هذا شيء كبير. اذا احب الانسان ربه سلك هذا السبيل وانتهى الى هذه النهايه قطعا. وعندما ينتهي الى هذه النهايه يصدق تماما هذا الكلام التمثيلي التصويري المجسد للحقيقه، فاذا احببته اي احبني، واذا احبني كنت سمعه الذي يسمع بي، وبصره الذي يبصر بي، ويده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي به، ونزيد ما جاء الذي ينقله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. وان سالني اعطيته، وفي روايه لاعطينه، لا ادخر امرا يطلبه مني ثم لا اعطيه اياه، ولكن استعاذني، وفي روايه استعاذ بي، ويرجح الحافظ ابن حجر روايه استعاذني، ولكن استعاذني المعنى واحد، استعاذني من اي مكروه؟ لا، لام القسم، لاعيذنه. وهذا مظهر من مظاهر حب الرب عبده في دار الدنيا. فكم ادخر له من اثار هذا الحب في العقبات. وقد يقول قائل: ولكن كثيرا ما نرى مقربين وصالحين مع هذا الكلام في الحديث النبوي الشريف. الجواب: البار عزم الا ان يستجب وان يعيدهم ان استعاذوا. ولكن قد يظن الانسان لدى النظرة السطحية العجلة ان الاستجابة هي ان ينبي الله العبد فيحقق له حرفية ما طلب، مع ان الاستجابة الحقيقية ليست كذلك. فما اكثر ما يطلب العبد وبالا عليه، ما اكثر ما يطلب العبد شيئا لو تحقق لنبت انه سأل الله عز وجل ذلك. والباري اكرم بك من كرمك في حق ذاته، والباري ارحم بك من رحمتك لنفسك، لانه اعلم بك. فقد يطلب الانسان مالا، قد يطلب شاب الزواج من فتاة، قد يطلب انسان نجاحا في دراسة معينة، ويعلم الله عز وجل ان هذا الزواج يشقيه ولا يسعده، وان دراسته التي هي بسببها تشقيه ولا تحقق له رغبته، ويعلم ان المال من هذا الطريق يشقيه ولم يحقق اماله. فالباري عز وجل لا يحقق حرفية ما طلب، ولكنه عز وجل يعوض عن ذلك ما يحقق له غاية. فهو يطلب هذه الدراسة لغاية. ألست تريد غاية؟ فأنا أحقق لك هذه الغاية من طريق أفضل لك. وهكذا. فالاستجابة دائما ولا شذوذ في هذه القاعدة. وصدق الله إذ قال: وإن سألني أعطيته، لكنه يعطيك غاية ما طلبت، وإن فلت عليك حرفية السبيل إلى ما طلبت. وهذا من عناية الله عز وجل به. وكم رأينا شبابا وأشخاصا، نعم، سبق أن سألوا الله أشياء فحيل بينهم وبين ما سألوا، وعوض الله عنهم عن ذلك شيئا آخر. في
في كل يوم يحمد الله هذا الإنسان، يقول الحمد لله إني ما حقق لي الشيء اللي طلبته وحقق لي هذا الأمر، لأني كنت أظن أن ذلك الأمر خير لي، ولكن الآن ينظر وقد تجاوز تلك المرحلة فيعلم أن ما اختاره الله له هو الذي حقق رغبته وهو الذي حقق طلبه. فهذا الكلام كما قال العلماء وكما يصدقه الواقع، وكل منا لو عاد إلى نفسه لا رأى ست هذه التجربة، هذا الكلام صح. وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذه. وبعد أيها الأخوة، هذا هو شرحنا لهذا الحديث العظيم الذي هو حديث من أهم الأحاديث القدسية. وأحب أن أتوج شرحي له بكلمة في نهايته وخاتمته. نحن شرحنا هذا الحديث بثلاث دروس. ما القصد من شرحنا لهذا الحديث أيها الأخوة؟ إن كان قصدنا من شرح هذا الحديث أن نحشر ذهننا بعلوم حتى نماري بها زملائنا وإخواننا، فوالله لا، إنها لتجارة خاسرة. إن كان قصدنا من ذلك أن نحفظ حديثا جديدا من الأحاديث القدسية، وأقول لإخواننا أنا أحفظ 30 حديث من الأحاديث القدسية، وهذا الحديث رواه البخاري عن أبي هريرة، وفي طريق ثاني أيضا رواه عن فلان، وأيضا رواه ابن ماجه نعم في طريق آخر، وفي رواية كذا والرواية كذا، والحديث الآخر في متابعة، وهذا يقويه الحديث الآخر. ما شاء الله، علم غزير جدا. إن كانت تلك هي البضاعة التي نجريها وننصرف بها إلى بيوتنا فيا سوءة لهذه البضاعة، ويا خسارة الجهد الذي نبذل في سبيل ذلك. إنما المبتغى من هذا الحديث وأمثاله، ولكن أقول أمام هذه الكلمة أمام هذا الحديث لعظم هذا الحديث ولأهميته القصوى، القصد نحفظ الحديث نعيد نعلم طرقه تماما، ندرك بلاغته، نقول الكلام الذي قلته خلال 3 دروس. كل ذلك خادم، خادم لماذا؟ لحقيقة قدسية جلة، هي أن نصطبغ بحقيقة هذا الحديث، نصطبغ بحقيقة هذا الحديث، ونحاسب أنفسنا هل نحن ارتقينا إلى مستوى هذه الوصية. هذا هو المراد. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هل هذه الكلمة المخيفة أخذت مكانها من مجامع قلوبنا؟ هل هيمنت على نفوسنا وقررنا أن نلجم أفواهنا فلا نتكلم بقالة سوء في حق مسلمين من عامة المسلمين، فضلا عن أن نطيل ألسنتنا في حق أولياء من عباد الله الصالحين؟ هل قررنا أن نلزم أنفسنا فنفعل طبقا لما يقتضيه هذا الحديث القدسي المطلوب؟ هذا هو القصد. إن كنا قد عاهدنا الله عز وجل أن نرقى إلى هذا المستوى فالحمد لله، وقد نجحت التجارة، ربحت التجارة وربحت الصحة. أما إن خرجنا من مجلسنا هذا وقد أضفنا حفظا جديدا إلى ذاكرتنا، ثم جلسنا ذكر اسم عالم من العلماء مثل الإمام الشبلي، أبو يزيد البسطامي، الشيخ الأكبر بن عربي، أحد هؤلاء الذين عرفوا بالله وتمتد ألسنة إليهم بقالة السوء، ذكر اسم واحد من هؤلاء، فأخذنا نعترض وأخذنا نقول
فلان كذا، فلان متبع، فلان كافر، فلان إلى آخره. كنا نقول في عامة المسلمين ما ينبغي أن نقول ألسنتنا، وينبغي إذا رأينا أي إنسان مسلم أن نتصور أنه ربما كان عند الله من الأولياء، علما أنك إذا رأيته متلبسا بمنكر ينبغي أن تنكر عليه. فما ذلك تطول اللسان في حق كبار الصالحين؟ نعم، ما فائدة هذا الأمر إذا؟ وأنا ضربت المثل بهذا لأنني كثيرا ما أسمع مثلا من إذا ذكر الإمام أبي يزيد البسطامي أساء إليه ونعته ربما بالكفر، والضيف يرى الكفر تسبيحا. لماذا؟ لماذا أبو يزيد البسطامي الذي ما أعلم عالما من علماء السنة ولا علماء التشريع والفقه والتفسير إلا وبجله أكبر تبجيل وقدسه أعظم تقديس؟ أبو يزيد البسطامي الذي كان متشبسا بأزيال السنة لا يتحرك إلا برقابة من سنة رسول الله، ولا يمد يده إلى إنسان يصطفيه إلا بعد أن يعلم أنه متشبسا بسنة رسول الله. ورد في ترجمته أنه قيل له عن رجل من الصالحين فبعد مع بعض من أصحابه، فلما وصلوا قريبا من داره خرج ونظر إليه وإذا هو بسط في جهة القبلة، شيء مخالف للسنة، فقال لا، إنسان ليس أمينا على أدب من آداب الشرع لا أستطيع أن آمن عليه زلة من الزلل أبدا. هذا هو أبو يزيد البسطامي. طيب إذا غاب عن وعيه في يوم من الأيام وقال كلمة من كلمات الشطح، نعم قال مرة ما في الجبة إلا الله في حالة غيبوبة واصطلام، نعم، وحكم الشطح في الشريعة معروف، ننكر على من كان يتمتع بعقل ووعي أن يقول هذا وهو خاضع للعقاب، ونعذر من قال ذلك أثناء غيبوبة، ولا يجوز أن يقتدى بواحد من هؤلاء في أي من هذا الشطح، ونحسن الظن بمن نطق بمثل هذا الكلام في حال غيبوبة. طيب يا أخي، ما رأيك بمن سمع كلام لا رسول الله بل كلام رب العالمين؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومع ذلك يقفز فوق هذا الكلام قفزة الموت، قفزة الهلاك، ويقول الكلام السيء في حق مثلا أبي يزيد البسطامي. ارشدني كذلك المجلس من المجالس، أنا أضرب أمثلة. ما الإمام الشبلي؟ الإمام الشبلي من أعظم وأقرب العلماء الربانيين. طيب إذا كان اسمه صوفيا، اسمه شو ما كان يكون، العبرة بالمضمون وليس العبرة بالأطر. الشبلي، الإمام الشبلي، أليس هذا نموذج من الأولياء؟ أنا أوثر أن يقص لساني بالمقراب ولا يتحرك بقالة السوء في حق واحد مثل الشبلي أو أبي يزيد البسطامي أو إلى آخره. قال خادم الشبلي الذي كان عنده عندما توفي، قال عندما بدأ سكرات الموت أشار إلي أن أوضئه، فقمت أوضئه، غسلت وجهه ونسيت أن أخلل لحيته، فأمسك بيدي وأخذ يحرك بيدي نحو لحيتي يذكرني بالتخليل. يعاني من سكرات الموت وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تتغلب على مشاعر آلام الموت.
أي سوء أدب مع الله أن نقول قالت السوء في حق هؤلاء. الشيخ ابن عربي كذلك. يا أخي إنسان، ضع مغامرتك الاتهامية على كفة، وضع تقديرك لقول الله من عاد لي وليا في كفة، وانظر ماذا يقول لك العقل. تغامر أم تحذر من قول الله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق؟ لو حسنت الظن بابن عربي كما حسن الظن به الإمام النووي، كما حسن الظن به جعفر الإمام أحمد بن حجر العسقلاني، كما حسن الظن به الإمام الذهبي، كما حسن الظن به جمهور العلماء الذين عاصروه والذين جاءوا من بعده، إذا كنت واحدا من هذا الرقم ولو كنت مخطئا لن يعاقبك الله. لكن لو انك غامر وقلت في حقه قالت سوء، متكلم قالت سوء، وكان هو عند الله وجيها ووليا، فما هو العقاب الذي تنتظره على غير قول الله من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب؟ نعم، الامام فخر الدين الرازي كان ممن يثني الثناء المطلق على ابن عربي. الامام النووي سئل عنه قال هذا الكلام التالي: تلك امة قد خلت، ولكن الذي عندنا انه يحرم على كل عاقل ان يسيء الظن باحد من اولياء الله عز وجل، ويجب عليه ان يؤول اقوالهم وافعالهم ما دام لم يلحق بدرجتهم، ولا يعجز عن ذلك الا قليل التوفيق. كلام من هذا يا اخوان؟ كلام صاحب رياض الصالحين الامام النووي رحمه الله تعالى. الامام ابن حجر العسقلاني في لسان الميزان ماذا يقول عن ابن عربي؟ والصواب انه مات على الحق، فقد كان عالما بالاثار والسنن، قوي المشاركة في العلوم، وقولي انا فيه يجب ان يكون من اولياء الله الذين اجتذبهم الحق الى جلاله. الامام الذهبي كذلك. انا اضرب المثل ايها الاخوه لهؤلاء العلماء الذين اشتهروا بالتصوف، واشتهروا بحال خاصة بينهم وبين الله عز وجل، الشيخ أحمد الرفاعي، الشيخ أحمد البدوي، الشيخ عبد القادر الجيلاني، الشيخ نقشبندي، الشيخ محمد الأويسي القرني، هؤلاء كلهم هم مثلنا في هذا الحديث: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. غدا إن أسأت الأدب في حق واحد من هؤلاء الأولياء، هل يقوم عذرا لي أن أقول بين يدي يا رب وأنا ما اطلعت على هوية الولاية لهذا الرجل؟ لما لم أطلع على أنه ولي أسأت إليه، هل هذا عذر؟ لماذا لم تخطط؟ لماذا لم تفرض أن عباد الله جميعا من المسلمين الذين عرفوا بالاستقامة هم أولياء، حتى لو كانوا عصاة لعل الله يختم لهم بالحسنى؟ لكن يا أخوانا المصيبة أننا نتعلم وكأننا نصرف قصدنا في التعلم إلى غايات دنيوية. يعني كيف يتعلم الفنان فنه الذي يهواه من رسم، من نحت، من زخارف، مع ذلك يشبع به هوايته ويأشر به لنفسه بين الناس اسما وذكرا؟ كذلك أرى كثيرا من الذين يمارسون العلوم الإسلامية، صحيح لا يمارس فنا، يمارس علوما إسلامية، ولكنه يبتغي في هذه العلوم أيضا هواية خاصة، شهرة بين الناس، هواية ربما فن من الفنون، وهو وهكذا. أما مضمون هذا الكلام كلام صاعق،
كلام يذيب القلب من اول هذا الحديث الى اخره. ما فائدتي عند الله وما مدى ما احرزته من قرب الى الله ان اعيه حبا ثم احفظ سنده وعيه ثم اضعه في المرتبة التي يضع مثل هذا الحديث فيه واماري به الناس واقول حفظت وعرفت قوته وضعفه ودرجته وما الى ذلك ثم ابتعدت عن لبابه. انا في هذا مثل الذي يشتغل البراويز الذي يكتسب بعمل الاطر والبراويز ربما تقف على يديه فتجد ان بين يديه كلام رائع آية قرآنية عظيمة تنخلع لها القلوب، لكن انظر الى الرجل اذا القادع يريد ان يرتزق منصرف الى الاقلص التي يراها بين العرض والطول وينظر الى الاطر التي يزوق بها هذه اللوحة وكيف ينبغي ان تكون ويصرف وقتا ثمينا ربما في ذلك ويضع هذه الآية في إطار من الروعة والعظمة، لكنه لم يبن من داخل هذه اللوحة شر يا مكير. والله لا أجد مثلا لأمثالنا الذين يصرفون همومهم إلى العلم في ما يتعلق بالأساليب والأشكال وحش الذهن بالمعاني والألفاظ مع الابتعاد عن هذا المفهوم. لا أجد مثلا حيا لهذا إلا صانع البراويز إطلاقا، وإلا فأي حجة أدمغها على نفسي وأثبتها على كياني وأنا أمر بهذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق، ثم لا أنجم فمي عن قالة السوء في حق المسلمين جميعا. حسن ظني بهم لا يتيغني في مهلكة قط، وإساءة ظني برجل من عامة الناس ربما يكون نذير سوء في حقه. وأجمع بين هذا وبين واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتوجيه الناس الى ما فيه الخير والرشاد. كيف استطيع ان يعني لا يؤرقني الخوف من مصيري وانا اجد المنهج الذي يرسمه لي هذا الحديث للوصول الى الله منهج من خطوتين كما قلت بالامس، التقرب الى الله بالفرائض ثم التقرب الى الله بالحسنات والنوافل، ثم احفظ هذا الكلام واجيده وارجع الى كل ما كتبه العلماء في تفسير هذا الحديث واتقن حفظه واعلم واعود الى نفسي فاجد انني قد حيلت ووعنت كل ما قيل في شرح هذا الحديث وعلمت ايضا درجه هذا الحديث والرواة الذين رواه الحمد لله. انتشيت نشوة الأبطال فقد وصلت إلى قصارى ما أبتغي من هذا شيء يقتضي أن ألكم على وجه الأكمل. أنا في واد وما يريده الله مني في واد آخر، أنا من قوله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، هل أتقرب إلى الله بفرائضه وأتنزه عن محارمه؟ أين أنا من قوله جل جلاله وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؟ ما في شيء أروع من هذا الكلام. ماذا أريد من الدنيا كلها؟ ماذا أريد من عمري؟ ماذا أريد من مالي؟ ماذا أريد من أصدقائي؟ أكثر من أن أعيش حياة أتوج فيها بحب الله. ما في شيء أغلى ولا أثمن ولا أعظم من هذا. كيف لا أسلك مسالك هؤلاء؟ لماذا لا أفعل العمل الذي يخططه لي الله عز وجل حتى أنال حبه؟ كل ما حببه الله كل ما كان محببا إلى الله مما لم
يهددك على تركه بأي جريرة وبأي عقاب، سواء من زوائد الصلوات أو من زوائد الصيام أو من زوائد الصدقات أو من عامة الحسنة، ذكر الله، قراءة القرآن، الإكثار من مراقبة الله عز وجل، كل ما يمكن أن يكون مما يسمى حسنة أو نافلة، مثل أفعلته. لماذا لا أدخر عمري ووقتي وأجعله رأس مال لهذا الأمر؟ هذه الكلمة الأخيرة التي أحببت أن أتوج بها شرح هذا الحديث. وأنا أسأل الله قبل كل شيء لنفسي تطبيق هذا الكلام الذي أقول، ثم أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا أن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسن. وملاك ذلك كله الإخلاص لوجه الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.